تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. فاصل طويل من الاخبار الرياضيه مع شبانه بيقولها بنفسه عن صفقات النادي الاهلي ومطالب كولر وكمان اللاعب اللي كولر مش عايزه في النادي الاهلي او بعض اللعيبه اللي مش عايزهم في النادي الاهلي وموقف في النادي الاهلي من التعاقد مع يعقوبه، وكمان هاني حتحوت اتكلم على شريف وعلى سافيو، وهل النادي الاهلي يترك نجمه لنادي الزمالك كده بالساهل ولا في امور اخرى ممكن تحسم في الساعات الاخيره. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الاخبار من مصادرها ومن كلام يعني العهده على الراوي، الكلام ده متاخد من بق شبانه وانا بثق في مصادر شبانه جدا، وكمان هاني حتحوت اللي في الفتره الاخيره عنده نوع من انواع الحياديه، ما بيبصش ان هو كان زملكاوي او مازال زملكاوي او بيشجع نادي الزمالك، بيتكلم عنده فريق اعداد قوي جدا بيتحرى الدقه في المعلومات اللي بيقولها. احنا ممكن نطلع ننسب الفضل لينا نقول لكم ده فلان، زي ما في يوتيوبرات كتير بتعمل يمسك ورقه وقلم يقول لك ده فلان جاي وعلى عهدتي فلان رايح وعلى عهدتي فلان ماشي. لا لا انا مش بحب كده، انا بحب ادي الفضل لاصحابه. الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه ده شبانه اللي قاله وهاني حاتهم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف الاخبار القويه دي، وتعالوا لي تاني عشان انا اعلق واقول لكم النادي الاهلي محتاج ايه الفتره اللي جايه، وهل الصفقات اللي النادي الاهلي عملها او هيعملها على قد مستوى النادي الاهلي ام لا. هتطلعوا حضراتكم هتسمعوا الفيديو، تدعمونا بلايك وشير، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف شبانه وهاني حتحوت قالوا ايه على لاعب النادي الاهلي والصفقات القادمه وكمان اللعيبه اللي مؤكد انها راحله عن النادي الاهلي، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. كيرلو شادي حسين هيمشي، هو المهاجم دلوقتي مش واخد فرصته بشكل كبير، ظاهر جدا طبعا كهربا ومعاه محمد شريف وبيرسي تاو كمان في غياب كهربا بيلعب في الحته دي بيبدل مع شريف، الا لما بيرجع حسين الشحات يلعب في الوينج بيرسي تاو ممكن يلعب في الوينج، فشادي حسين شويه اموره بعيده، ففي كلام انه ممكن يرجع تاني سيراميكا كليوباترا وحصلت اتصالات بينه وبين سيراميكا وهو رحب، لكن قال لك القرار دايما في المساله دي في ايد النادي الاهلي، وفي لعيبه كده الكيمياء بتاعتها بتمشي مع انديه معينه زي حسام حسن في سموحه يروح الاهلي مفيش حاجه يرجع سموحه يكسر الدنيا، شادي حسين برضه من اللعيبه دي. كل الناس صايمه بقى وكل الناس عايزه ايه تتبسط في الصيام بقى كمان الوقت يجري. خلونا نقول امبارح اول شيء ايجابي للمنتخب الاولمبي يبقى على ارض ايمن اشرف، كنا بنتكلم انه بيحاول الكابتن سيد عبد الحفيظ يقنع كولر انه يديله فرصته، بيقوله ده لعيب دولي وشخصيه لعيب دولي ومش سهل تلاقي زيه دلوقتي لازم ياخد فرصته، فعلا كولر هيديله فرصته الفتره الجايه، لكن في كلام ومفاوضات بتتم بينه وبين فاركو وبينه وبين بيراميدز كمان، لانه لعيب كانت ايمن اشرف بيلعب سنتر باك وبيلعب باك ليفت وفي الاخر هيمشي مجانا لانه العقد بينتهي مع الاهلي بنهايه هذا الموسم. كسبنا منتخب زامبيا. بيعجبني في الاهلي حاجه ما بتعجبنيش حاجه، بيعجبني انه دايما يفكر لقدام، يعني الاهلي بيفكر ازاي يعمل فرقه لكاس العالم للانديه 2015، حلو اللي هو ازاي تبني في السنتين دول فرقه تكون جاهزه وتشتغل مع الاهلي 7-8 سنين وتبقى انطلاقتها الحقيقيه كاس العالم 2025، ودي البطوله اللي الفيفا اعلن مشاركه الاهلي فيها بصفته بطل افريقيا 2021، وقال ان اول بطوله ب 32 نادي لكاس العالم للانديه هيشارك فيها اربع فرق من القاره الافريقيه هم ابطال دوري ابطال افريقيا في السنوات الاربعه الاخيره 21 22 23 اللي احنا فيها دي و24 اللي هي السنه الجايه، دول الاربعه اللي هيشاركوا في البطوله بتاعت 25، الاهلي كسب 21 والوداد كسب 22 23 ان شاء الله الاهلي يوفق لانه بيكسب الهلال السوداني باذن الله يوم 1/4 يبقى عنده فرصه انه يفوز باللقب، بعد كده 24 الله اعلم مين اللي هيشارك فيها ومين اللي هيكسبها يعني. فالاهلي بيبني للفكره دي بتبقى انطلاقته الحقيقيه القويه بالبنى اللي هيشتغل عليه مع كولر مع مدرسه كولر والبلان اللي محطوط يبقى 2025، من ضمن الحاجات بعض التغييرات في المراكز،
في لعيبه سنها صغير تدي، زي محمد عبد المنعم يدي، زي مروان عطيه يدي، زي خالد عبد الفتاح يدي، زي محمد هاني يدي، اكرم توفيق ان شاء الله يرجع بالسلامه يدي، كريم فؤاد ان شاء الله يرجع بالسلامه يدي، طبعا محمد طاهر يدي، احمد عبد القادر يدي، كهربا يدي، كل لعيبه صغيره في السن يعني ثلاث صحاب يعني، حتى عرشه قندوسي كريستو، كل دي لعيبه صغيره في السن، حتى بيرسي داو يدي كمان ثلاث اربع سنين قدام. كل الكلام ده وفي اماكن محتاجه تدعيم لناس صغيره زي الباك ليفت، زي علي معلول اللي ممكن يدي سنه او سنتين كمان بكفاءه عاليه جدا. لكن ايه اللي هيعمله الاهلي في هذا المركز اللي الاهلي لغايه دلوقتي شغال محمد اشرف بيجربه، ورافض خليل بيجربه، وكريم الدبيس جابه من دجله عشان يجربه، وعايز وعند الولد اللي هو في سيراميكا كليوباترا اللي سابه اسمه ايه الباك ليفت محمد شكري، ومحمد شكري حتى هو بيسيبه سيراميكا كليوباترا كمان نهائي، حاطط بند في عقده ان من حقه في اول بعد اول موسم من البيع يسترده تاني ويدفع لسيراميكا 7 مليون جنيه. ده بند موجود في عقد محمد شكري مع سيراميكا. فالاهلي عامل 100 حساب من ناحيه الشمال. ده في كلام بدا يتردد على اسحاق يعقوب الباك ليفت اللي كان على فكره في وادي دجله، اسحاق يعقوب وراح البنك الاهلي، هو من اللعيبه اللي يعني مميزه جدا في الدوري هذا الموسم، وصغير في السن على فكره مش كبير، وترشح من لجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح، وهو لعيب غاني وكلنا بنشوفه يعني، واحد وكلاء اللاعبين رشحه، وعلى فكره لجنه التخطيط شافها كويس ويدي ويجي منه، بس في تخوف من فكره ان اللعيب المحترف في الدوري المصري يروح الاهلي يفشل، يبقى مكسر الدنيا يروح الاهلي حتى الزمالك، يروح الاهلي او الزمالك يفشل. هي دي بس النقطه اللي مخوفه الجانب الاهلاوي، وان كان ده دخل مع المهاجمين زي ابو علي او غيره، لكن ما جربناش الباك ليفت زي يعقوبه ممكن يكون. وفي كلام تاني ان هو برده مش صغير في السن يعني عنده 29 سنه، ففي كلام تاني برده ان ده ممكن يبقى ليه تاثير سلبي على انضمامه الى النادي الاهلي خلال الفتره على مستوى الاهلي عشان وقتنا كمان. ف ما زلنا بنحصل على بعض المعلومات الخاصه بمطالب كولر في جلسته مع اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب في اطار الاستعدادات للمرحله المقبله بحسب ما جاء في بيان الاهلي امبارح واول امبارح. نتكلم الاول على الموجودين. رقم واحد حسين الشحات، الرجل يرحب جدا بالتجديد للاعب، شايف ان هو مش بس بيرحب وكمان طلب يعني، فلما تقاله ان احنا بقال اه جدا انا عايز حسين الشحات يكمل معنا، لاعب بينتهي تعاقده بنهايه الموسم الجاري، والاهلي بصدد تنفيذ ده. قلنا لكم ده من زمان ان الاهلي فتح الموضوع، وقلنا لكم من زمان ان حسين الشحات بالنسبه له انا ما حدش كلمني كمان، بس مش همشي الا لما الاهلي يقول انا مش عايزه، فالاولويه للاهلي. هو بس طالب ان يكون في الفئه الاولى من لاعبي النادي الاهلي، ده بحسب مش هقول شرط لكن طلب صريح يعني على مستوى الامور الماديه. محمد شريف ليه في الصوره هنا؟ لانه تحت التقييم بالنسبه لمارسيل كولر، تحت التقييم على مستوى انه يستمر كمهاجم في الاهلي ولا يبقى من اللاعبين المعروضين للبيع او الراحلين من النادي الاهلي. وفي اسماء كتيره قوي غير محمد شريف تحت التقييم، لان هم منطقي ان هم يكونوا تحت التقييم، فاحنا خليهم للاخر. لكن محمد شريف باعتباره انه لاعب مشاركاته اكتر من اللعيبه الباقيين اللي هنتكلم عليهم، اللي هم رامي ربيعه عقده بينتهي بنهايه الموسم، ايمن اشرف عقده بينتهي بنهايه الموسم، برونو سافيو لا ده لسه بادئ بس ما بيلعبش خالص، فبرضه هو كمان تحت تقييم الرجل. والرجل مرحب ان الثلاثه ما يكونوش موجودين في الاهلي الموسم الجاي، لكن الاهلي بالنسبه له بما انه اتقال له يعني القصه، فهو كمان بقى بيدرس فكره احتمال التكريم مثلا لايمن اشرف انه ما يمشيش يتجدد له ويطلع اعاره، يتجدد له ويقعد وما يلعبش، هو اللاعب نفسه عايز يلعب. رامي ربيعه مشاركاته اكتر بكتير من الاثنين التانيين، لانه بيلعب بسبب اصابات خط الدفاع، بيظهر هو مدافع ممكن تقول رابع او خامس بس بيظهر، فبرضه عقده بينتهي. فالاهلي لسه بقى هيحسب حساباته، اللي بالمناسبه الراجل مصمم عليها على مستوى مين يمشي وعلى مستوى مين يجي، واللي يجي ده قلناه امبارح فممكن تتاكدوا منه، على مستوى المهاجم والظهير الايسر والجناح. شدد جدا على ضروره ان الطلبات دي تيجي، شدد جدا. بس كفايه. طبعا حاجات كتير اتكلم فيها شبانه، من ضمنها يعقوبه اللاعب الافريقي، وانه عنده 29 سنه ومعلول يعني الفتره اللي فاتت بيأدي اداء كويس، ولكن في بعض تفاوت في المباريات، مباراه جيد جدا، مباراه تانية ممتاز، مباراه ثالثه ممكن المستوى يقل، وده شيء طبيعي، وعلشان كبر السن وعلشان المجهود البدني والخط يعني الخلفي بياخده من اوله لاخره كده رايح جاي رايح جاي، زي ما بركات زمان لما كان جوزيه بيطلع اسلام الشاطر وينزل مكانه بركات، وبركات بدل ما يبقى وسط ملعب لا يرجع يعني
باك وياخد الشريط ده كله لوحده، فكان بيحس بتأثير يعني، وبتأثر على يعني قدرته في الملعب. ولكن دي سنة الحياة ان احنا لازم كل فترة نجدد دماء في مكان واثنين وثلاثة، علشان مش هينفع الناس تشيد بلاعب معين وفي نفس الوقت يبقى في مفيش بديل بالنسبة له، او البديل عنده في اصابات للاعب النادي الاهلي اللي بتلعب في نفس المركز. ولكن النادي الاهلي محتاج لاعب يكون كفاءة، محتاج لاعب يكون على اعلى مستوى، محتاج لاعب يجيد الشق الدفاعي والهجومي. يعني الله يرحمه محمد عبد الوهاب كان من اعظم وافضل من شغل هذا المكان، هو وجلبرتو بصراحة، وياسر ريان. ياسر ريان الكبير يعني في علامات من اللعيبة اللي كانت في اماكن معينة لما تيجي تجيب لاعب، عايزين لاعب زي جلبرتو، عايزين لاعب زي محمد عبد الوهاب الله يرحمه، عايزين لاعب يشيل الملعب، ما يعملش مصباص، ما يعملش كوارث دفاعية. فالنادي الاهلي محتاج ان هو يدقق بشكل افضل، لان مركز الدفاع ده محتاج مواصفات معينة، ومحتاج لاعب رشيق، لاعب ما يكونش متهور، لاعب ما يكونش عنده نوع من انواع السرحان، لان المركز ده بيحتاج التركيز والتركيز العالي، لانه يعني في الخط الخلفي، والخط الخلفي اي خطأ او اي ارتباك ممكن يسبب لنا مشاكل. ده بخصوص يعقوبه، ومش شرط ان هو يبقى متعلق في ناديه ويجي النادي الاهلي يتألق. وبواليا كان خارب الدنيا في الجون، وانا كنت متابعه، كنت بشوف بيجيب اهداف بكل شكل ولون، ولكن مع اختلاف الطريقه لما بيروح النادي الاهلي، لان اللعيبه من النادي الاهلي بتفرش الاتوبيس وبتتصدر بتنام في ال 18، بعكس لما بيلعب في نادي اخر مثلا في منتصف الجدول او في مؤخره الجدول، الفرق اللي بتلعب قصاده بتلعب مفتوح، بتلعب جيم مفتوح ما فيهوش تكتل دفاعي، فاللاعب بيلاقي فرصه ان هو يعني. طبعا الكلام طبعا مش هينفع يعني اقوله على لاعب مدافع من نادي مهاجم، بس انا بقارن بموضوع بواليا. ولكن النادي الاهلي محتاج صفقات، وشبانه قال الصفقات اللي النادي الاهلي محتاجها، واحنا قلناها وحطينا سبوت عليها مره واثنين وثلاثه، وحضراتكم عارفين هذا الامر. وهاني حتحوت اتكلم، طبعا قبل ما انقل على هاني حتحوت، شبانه اتكلم على شادي حسين الغير موفق مع النادي الاهلي، ان هو ممكن يمشي من النادي الاهلي، ودي بنسبه 99%، لانه لم يوفق مع النادي الاهلي، على الرغم ان هو ممكن يبقى لاعب كويس، ممكن يبقى مهاجم كويس، ممكن يبقى مشجع من الدرجه الثالثه، ولكن الكيمياء بتاعته مش ماشيه مع النادي الاهلي، ممكن تلاقيه بيتالق في نادي اخر، زي ما حسام حسن كان متالق في سموحه، ولما جه النادي الاهلي للاسف يعني ما كانش بصفه كبيره او بشكل كبير متالق، ولكن لما رجع سموحه تالق مره اخرى. ده شبانه. اما هاني حتفوت اتكلم على شريف وسافيو، خلاص سافيو بنسبه يعني 85% وخارج النادي الاهلي، مع اني انا بتمنى ان سافيو يستمر في النادي الاهلي. ممكن حضرتك تقعد تقول لي انت بتتكلم ازاي كده، ده لاعب وحش ولاعب تعبان لا انا عايز اقول لك ان سافيو لو لعب وسط ملعب او لعب صانع العاب هتتفرج على سافيو. سافيو محتاج ان انت تلعبه في المكان الصح، حطه في المكان الصح، ما تلعبوش جناح، ما تلعبوش اي حاجه تاني، ما تلعبوش مهاجم، لعبه صانع العاب واتفرج على سافيو. سافيو في صناعه اللعب هيبقى شكل تاني، ولكن خلاص ده قرار المدير الفني. انا من وجهه نظري ان سافيو لو لعب في مكان صانع الالعاب هيكون له شأن اخر. دي حاجه. حاجه الثانيه، شريف في مفاوضات جاده وفي مفاوضات قويه مع نادي الزمالك. امير مرتضى قعد معاه، الكلام اللي بقوله لكم ده واثق منه في مليون في المية، قعد مع شريف بالصدفة، بمحض الصدفة كانوا في كافيه أو تتبعوه وعرفوا إن هو بيقعد في مكان معين وراحوا له وكلموه، قال الأمر في النادي الأهلي، أنا لاعب على قوى النادي الأهلي وما أقدرش إن أنا أروح أي مكان تاني، أنا لاعب محترف لكن النادي الأهلي هو المكان اللي أنا قاعد فيه وأنا بشتغل فيه، لو النادي الأهلي تركني أنا هروح نادي الزمالك. قالها كده يعني بما معناه يعني بشكل صريح. فشريف تحت الاختبار مع كولر، كولر مش هيدي
يعني مش هيجامل حد ولا النادي الاهلي هيجامل حد. وعلى فكره مش هو بس اللي محطوط تحت الاختبار، لا لعيبه كتير محطوطه تحت الاختبار وممكن ما تتواجدش النادي الاهلي الفتره القادمه. انا مش هقول لكم مين عشان احنا داخلين ماتش مهم وداخلين ماتش يعني بنتمنى ان لعبتنا كلها تأدي اللي عليها وان شاء الله نفوز على الهلال ونضعه في حجمه، لان هو خد اكبر من حجمه للاسف، وجماهيره الواهيه خدت برضو يعني مقلب في نفسها، فاحنا ان شاء الله عايزين نحط الناس دي في حجمها الطبيعي كرويا. فانا مش هقول لكم مين الاسماء دلوقتي، هنستنى بعد المباراه وهنطلع ونقول لكم الاسماء مين اللي هيبقى خارج النادي الاهلي بنسبه 100%. ولكن شادي حسين حتى الان غير متواجد في النادي الاهلي، شريف هيبقى تحت المنظار هو وبعض اللعيبه اخرين، وعندك سافيو خلاص برضو بنسبه 80% او 85% خارج النادي الاهلي. احنا بنتمنى التوفيق لنادينا، نادينا الحبيب، نادينا العريق، نادي القرن الافريقي، نادي الاهلي. نتمنى له الفوز على الهلال السوداني المباراه القادمه، هتبقى يوم 1/4 الساعه 9 مساء ان شاء الله، يعني تكون ليله رمضانيه جميله وممتعه، وان شاء الله النادي الاهلي في حضور 50,000 متفرج يفوز، ويفوز بنتيجه كبيره واداء مشرف. انت على الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلي وتدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.